بالله على سلامتك يا اخويا يجتم. الله يسلمك يا اخ، والله امبارح جيت بعد العصر كنت تعبان كده، روحت نمت على طول. امال ما قلتش يعني ولا حد قال كنا رحنا خدناك من المطار؟ ماني رنيت على التليفون بتاعك كان مقفول، ورنيت على جوزك رن ما ردش عليا. والله يا اخويا طلع عيني اسمه. ليه بس عامل لك ايه؟ يا اخويا كل ما اقوله على حاجه يقول لي ما معيش فلوس. امبارح قلت له كيلو لحمه اللي العيال نفسهم فيها، قال لي اجيب لك منين ما معيش فلوس. وانا باخد احط في جيبي، العيال هياكلوا منين يا اخويا؟ نهار اسود. ازاي الكلام ده؟ والله زي ما بقول لك كده لحد ما خلاص فاض بيا. اصبري بس كده وطولي بالك، هو فين؟ انا عارفه يا اخويا فين نصيبه، اقول له كده اهو ما بيجليش غير نص الفجر كده، واجي اكلمه يطيح فيا. ايه ده خالي؟ انت هنا من امتى؟ قال لا لسه جاي اهو، وسالت امك عليك قالت لي انك نايم. الحمد لله على سلامتك يا خالي، ايه جبت لنا معاها؟ قال لا هو انت اول ما تطلع كده جبت لي على طول؟ ده انت ما عندكش زوج انت البعيد. استنى لما استريح شويه وبقول له انت اللي انت عايزه. والله يا نادر يا حبيبي انا كنت جايب لكم حاجات كتير والله، وانا جاي الشنط اتسرقت من الطياره. ايه ده انت بتتكلم بجد؟ والله كنت جايب حاجات كتير كلها انسرقت. لا انت بتهزر صح؟ والله العظيم ما بهزر. قال لا امال جيت ليه بقى؟ ليه؟ وانا لو ما جبتش حاجه ما اجيش؟ يا اخويا بهزر معاك في انت صدق؟ حابب اجيب لكم اللي انتوا عايزينه من هنا وخلاص. طيب اجيب فلوس وانا بنزل اشتري؟ والله العظيم حتى الفلوس كمان نسيتها في البيت، انا مش عارف والله ايه موضوع النسيان ده. قال لا امال جاي تعمل ايه بقى يا اخويا؟ خدنا احنا من العمره بتاعتك. كفايه دعيت لك هناك، عايز ايه تاني؟ يا اخويا انا مش عايزاك تدعي لي، انا عايز عبايه سمراء زي اللي وريتها لك. وانا يا خالي بقى هات لي واحده بيضه معاها. بقى العبايه اهم من الدعاء؟ يا اخويا ما اقصدش كده، بس انت قايل انك هتجيب لي عبايه سمراء. طب ما انا بقول لك كنت جايب لك اللي انت عايزاه وانسرقه. طيب خلاص هات لي واحده من هنا. بكره يا ستي بتعالي لي البيت وانا هنزل اجيب لك واحده، عندي غلط كده؟ لا يا اخويا من حاجه بات عندك النهارده عشان زهقانه كده ومخنوقه عايز انزل اغير جو باي طريقه. انت والله مالك حل، كل ده عشان العبايه؟ طب والله ما عشان حاجه، انا محتاجه فعلا والله اغير جو. انت هتقولي لي ده انا حافظك اكتر من اسمي. وانا اللي فكرت اجيب حاجه معاك؟